يا سلام، اوعي شناهي شناهي مجاري الهلا وبنجيب. هاي قلبك بداسي، هاي قلبك حبيب قلبي. يا لطيف يا لطيف، شو صار؟ مي مي مي، يروح الرجال بين ايدينا مي مي على المذهب. يا ابو لطفي ضروري انه صحتين يحتك مريض، يخرب بيته لو بيطلع بيده لا ياكل الدنيا كلها. لك شوفونا حيموت. صحوا فجعان من طول عمره فجعان. يا لطيف والله لو ما لطف الله ليروح قتيل القطايف. وحده الله يا جماعه، وحده الله. صلوا على النبي واتركوا الزلمه بهمه يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لك حط من ايدك، ما كفاك اللي صار فيك. خلاص ابن نجيب، حصتك من القطايف تاخذها معك على البيت. الله يخلينا مختار، الله يكرمك سيدي راسي، الله يكرمك والله ما في منه. اي والله ان شاء الله يا رب وقت بيروح على البيت يلاقي اولاده فايقين حتى ياكلوا له اياهم. شو؟ لا سيد راشي لا، اكيد بيكونوا ناموا. شوف اياهم، لا اعوذ بالله. ثلاث دبايح، ثلاث دبايح يعني؟ ايه ثلاث دبايح، مشان وضاح ومشان شاهر ومشان نصري. الحمد لله اللي ربنا سلمنا اياه. لكن مو كتير سيد راشي، ثلاثة والله كتير. لا مو كتير، هدول لوجه الله تعالى. شبنا ابن نجيب. سمعنا ابو الفخر؟ ثلاثة، لا دبيحة ولا دبيحتين، ثلاثة. شو بكم سيد راسي؟ شو حكينا؟ حكينا شي بيضحك؟ ايه مختار، ابو نجيب له حصة شي. والله انت شو رايك ابو الفخر؟ انا برايي والله بلاها. انت الله لا يوفقك الهي. ليش بقى؟ شنو هديك المرة بالقطايف يا دوب لحقناه تلحيق، انا خايف هلا مع اللحمة يبلع اصبعته. سيد راسي انا خليني اخذ حصتي، وقت اللي بيصير لي شيء حضرتك لا تلحقني منيح. مختار امور ابن نجيب. هلا يعني اذا الواحد اخذ القشه والروس والمقادم بينحسبوا حصه شيء؟ لا سيدي، بالنسبه لك الروس والمقادم والقشه ما راح ينحسبوا حصه. ابو محمد يرضى عليك، بتعطوه الروس والمقادم والقشه وحصة من اللحم فوق. تمر يا مختار على راسي. بك الله يديمك يا مختار، كتر خيرك الهي. لك هلي بدي افهمه، انه مين بدي ينظف لك القشة اذا حرمتك مريضة وبناتك صغار؟ يحتك عريج الشنة. بركة دم بده يلاقي لهم بيعة. ليش البيعة سيد راسي؟ انا منظفها براسي، بنظفها يا حبيبي. والله انا خايف يا جماعة ياكل القشة بخيرها. لك شلونها من جي؟ الحمد لله مختار، مو سيدك. لا منيحة منيحة. ايه الحمد لله. أبو صفوان ما تلاقي له دواء لابن نجيب يخفف من وجع المسكينة؟ يا بوضح والله لقينا له دواء، قلنا له بكلف كم برغوت، قال لا خلونا على ورق الكينة. هلا كان، لأنه هدول بيعطفهم ببلاش، بيحب البلاش. خلص لفة ابن نجيب، أبو صفوان أعطيه الدواء وعلى حسابي. على راسي يا بوضح، تأمر أنت. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك ابن نجيب. إيه؟ قوم خذ القشه تبعك على البيت قبل ما تخم، وانا ببعت لك حصتك على البيت. قوم. لك عم ساعدكم سيد راشي، ليكني ماسك الخواريف. شبك ليش متضايق؟ لك ابن نجيب ساعدتنا ومشي الحال، خذ القشه تبعك وروح قبل ما تنتزع وخلينا نعرف نشتغل بقى. يا حروح سيد راشي يا حروح، الله وكيلك يا حروح. بس بدي اسالك ابو القشتين الثانيه حصت مين؟ استغفر الله العظيم، لك شو اليوم هذا الشيء؟ يا ابن نجيب انت شو بدك بالقشتين التانيين ولمين بدهم يروحوا؟ لك يا عم نسأل سيد راسي، عم نسأل. شو بكون كفرنا؟ كفرنا شو عرفنا؟ لك ابو فخري خلينا نلف له حصته ونعطيها ونقلع ونخلص منه بقى. ايه هو ايه فعلا لو تعال هو ده محمد سيك. فخري هاي كلها برا، حط له شوية دهنة. لك خليه ياخذ احسن لحمة وحل عنا، ما بنخلص لسانه بعدين. قولتك كفر، الله وكيلك كفر، هاد حرام. ناس تاكل هبره وناس تاكل دنيا، حط لها دنيا سيد راسي حط لها. والله مزبوط، يعني ابو نجيب حقاني كثير. هات هذا محمد لاي منه شويه هبره وحط شويه دنيا. يلا سيدي يلا. وي دنيا حط لعيونك. حطها. الله يمضي هالنهار. يا حبيبي الك ابو نجيب. الي؟ ايه بابا الك. الله لا يوفقني، الله لا يوفقني. بلا أهلين بلا سهلين بس أهلين. شو صاير بالحارة؟ أسا هيك بيصير هيك يا مختار، بيصير بيشوس من الله هذا الحكي.
لك شبك شبك عود وفهمني شبك. لك شو عود؟ دمي فعلا مختار ما يقدر عود. لا والله ما يقدر عود. لك شغلت لي بالي، شو صاير بالحارة خير؟ شو صاير؟ ايه سيد راسي يا حالك شو صاير؟ ها؟ يا الله. تفضل سيد راسي شفني. هاي لحمة هاي؟ هاي لحمة ولا دهنة هاي؟ لا هي الشغلة لك بسيطة يا ابن نجيب بسيطة. بسيطة؟ لا والله مو بسيطة يا مكتب. هاي بسيطة؟ لك دهنة كلها بسيطة؟ ولك ايه بسيطة ومو حرزانة شباك. مو حرزانة؟ هلا هاي مو حرزانة؟ لا سيدي حرزانة، هي أحرز شي بالدنيا إذا بدك. من مال الله من مال الله من مال الله يا أخي. فوتي أختي فوتي. ما الله يا أخي جوزي مريض وعندي أطفال ومالن والي. ماشي أختي ماشي. امسكي الله يستر عليكي. الله يعطيك يا أخي ويستر على حريماتك يا رب. ليش عطيتها مختار؟ لا شو بدك بهالشغلة؟ استني ليلك أختي. شو بتأمر أخي؟ تعي أختي تعي. امسكي اللحمات خديهم طبخيهم لأولادي. الله يعطيك يا أخي كتر خيرك يا أخي الله يرزقك يا أخي. لك شو كتر خيرك؟ لحماتي هدول يا مختار لحماتي؟ إيه بعرف لحماتك بس مو على أساس حصتك مو عاجبتك. إيه شو كفرت إذا حصتي مو عاجبتني بلا مو عاجبتني سيدي؟ إيه شوف إيه لا تكلم بس هلا ببعتك مع دعاس لعند أبو فخري وأبو محمد بيعطوك أحلى قطعة لحمة وكلها هبرة منيحة. الله يخلينا المختار والله العظيم طول عمري بقول شيخ شباب المختار ما في منك الله يخلينا يا. وأنا الله وكيلك من يوم يومي بحسدك على عزة نفسك يا أبو نجيب. إيه والله عند أبو فخري. الله لا يوفقك يا أبو فخري. وينه؟ لك مرحبا أبو محمد. عليه معلم دعاس. لك وينه أبو فخري؟ أبو فخري راح على الغداء وسكر تكتازه لأنه الولد تبعه ما أجا اليوم. حاكم أمه للولد. لك شو بدي بالولد وأمه للولد؟ يستر عرضك. بدنا اللحمات سيد راسي اللحمات. اللحمات فرقناهم كلهم على أهل الحارة. فرقتوهم كله يا أبو محمد؟ إيه والله ما ضل شيء. والقشة والراس سيد راسي؟ القشة والراس يا سيد راسي انتزعوا وطلعت ريحتهم وصارت الدبان عليهم كوام كوام. امنا كبيناهم. كبيتوهم كبيتوهم؟ ايه والله كبيناهم. ايه والله ايه خليني موت انا احسن لي. يا ام محمد لك شوية مي بدي اشوف دلمش بتغلوا. جيبولها مي لعبة جيبولها مي لعبة جيبولها مي لعبة. حسبي الله ونعم الوكيل. لك وين راح؟ وين راح؟ لك يا ابو نجيب المختار مو هون بس يجي انا بحكي له انت روح هلا. لك ما بصير ما بصير هلا من شوي كان هون المختار. لك يا حبيبي المختار والله مشاغله كثيره. لك ما بصير يروح يا دعاس. ما بصير يروح بدي اياه بسنه ضروريه انا. وليش ما بصير يروح؟ لانه ما بصير مو مختار هو. مين بدي اخذنا حقنا؟ شو بدك يعني سيد دعاس؟ اطلع عيد من ورا ويميت الدام صبي حمام انا اخي ماني رايح من هون لبين ما ياخذ لي حقي. منيح هيك؟ هاي رح اقعد قدام الحاصر حاسنا منيح؟ ها وي عادي ها. يا الله وي ام الدين هاي هيك وام الدين لا شوف ها تاك بيها هيك. مساء الخير. اهلين يا ابي. شو اكلتوا اليوم يا ابي؟ شو طبختوا؟ والله ما لنا طابخين شي يا ابي. والله يا بي احسن اوفر الله يرضى عليكي. انزلي حطيني بصحن دهنه وشويه اور مهاو زيتون تيل. يلا يلا يرضى عليكي يلا. حاضر يا بي. ولك ما قلت لك تشربي مي تركينه ولك مهوله انت ولك ما بتفهمي ما بتفهمي حكي انت يا حرمه. يا بي الله يخليك جيب لها الحكم لامي. خلصي بلا حكمك وحدة تسهل أمرك أنت وياها بس تشرب مي تركينا بالطيب. لكن أنا اللي حضرت ذبح الذبايح من الأول للآخر واشتغلت بتقطيعهم اطلع زميت صبي حمام اطلع إيد من ورا وإيد من قدام. والله عم يعني فكر روح لعند المختار بركض محصل لي حقي العمى ولك كل أهل الحارة ياخذوا لحمي وأنا ما آخذ. إيه والله الله ما قالها. إيه الله ما قالها هي اسمعوا لها السمعة. يسلم ايديك يا بي. صحتين يا بي. شو بدك؟
يا بي جوعانة بدي اتعشى معك. لك انتو ما بتهنوا حدا بلقمة؟ ما بتهنوا حدا بلقمة؟ عدي عدي كيلي لك لمتين وروح نجفسي نامي عدي. شكي صباح الملك لله لا اله الا الله. صباح الخير تقبرني. صباح الخير. شلون راحت علي هيك غفوة وروحت صلاة الصبح بالجامع؟ والله ما بعرف، يمكن لأنه تأخرنا بالسهرة مبارح. لا حول ولا قوة إلا بالله، للحق لكان صلي قبل ما تطلع الشمس. أنا صليت ودعيت لك. تقبل الله منا ومنكم. مين هذا اللي جايين من الصباح؟ يا فتاح يا عليم. يا مختار. لك ايوه ايوه. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسعدني صباحك. أهليب أبو نجيب، لك خير؟ شو جايبك قبل الشحادة وبنتها؟ هاي جيت على الميعاد سيدي راسي. أنو ميعاد؟ مو حضرتك قلت لي امبارح مر لعندي بكرة الصبح مشان تحصل لي حقي؟ لك أنو حق؟ حقي من اللحمة سيدي راسي. شباك لك كل نسيتها مختار الله يسترك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا جايين من الصبح مشان اللحمة؟ والله يا مختار خفت إذا تأخرت ما لاقيك، وبيني بينك خفت أبو فخري ينفق اللحمات. أبو فخري فتح دكانته؟ فاتح سيد راسي، فاتح ليك وعم يذبح. إيه بتروح لعنده بتقول له بيسلم عليك المختار وبيقول لك عطيني نص رطل لحمة هبرة وهو بيحاسبك. والقشة والراس سيد راسي؟ والقشة والراس والبطيخ المبسمر. مختار والله خايف إذا رحت لعند أبو فخري ما يصدقني. ماشي روح على الحاصل، خد ديبه معك خليه هو يقول له. إيه الله يخلي لنا المختار، كتر خيرك يا سيد راسي. مين هذا ابن عمي؟ هذا ابو نجيب. شو بده ابو نجيب؟ من امبارح لليوم لاحقني على شقفة لحمة. شقفة لحمة؟ ايه نعم شقفة لحمة. وين القهوة؟ على راسي تقبرني. يلا ساويها لا توضى. لا اله الا الله.